تعال ابو بطليه تعال اشرح لنا. هذا يا طول عمر السلامة يسموه انقنا. هذا بعد ما ينتهي موسم العنب. طبعا هذا يتكون عبارة عن طين. طين ومع قش يحطونه. فمجرد ما ينتهي موسم العنب يحطونه جوا هذا يحفظوه لمدة 6 شهور. تمام. العنب لا يخرب ولا يصير له أي شيء ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا شكله. الحين نكسر واحد نشوف تقريبا عدى عليه الحين 4 شهور. عدى عليه 4 شهور؟ 4 شهور من موسم العنب، فلا نكسر حب ونشوف. طيب كسر لنا واحدة يا حلو. ميدكو. ويجيب حجر. هذا العنب مثل ما انتم شايفينه كانك توك قاطفه منها.